هذا الرجل فقير كان حزين لأنه فاشل في الرسم، ولكن فجأة بيلاحظ أن هي الطابعة بتحسن الرسمة بشكل كبير، فبيجرب أنه يرسم وفعلا بيتأكد أن الطابعة فيها سحر وبتحسن الرسمة. وبعدها بيعرض الرسمة في معرض للرسوم والكل بينعجب في الرسمة، وبيبدأ وضع الرجل يتحسن وبصير يعتمد على هي الطابعة السحرية، وبيظهر أنه صار رسام مشهور وغني. لحد ما في يوم من الأيام الناس بتبطل تحب هذا النوع من الرسوم، فبيقرر أنه يجرب طريقة جديدة في الرسم وبيحط تفاحة في الطابعة وبينعجب في الفكرة. بس قبل ما نكمل أتحداكم تشتركوا وتعملوا لايك بيطفر يدكم، وإذا حابين أنكم ترسموا صوركم بمساعدة الذكاء الاصطناعي الكل يروح ويحمل هذا التطبيق، رح تلاقوا الرابط في أول تعليق مثبت. فهم بعدها بيبدأ الرجل أنه يحط أشياء كتيرة في الطابعة حتى تنسخهم في الرسمة، لدرجة أنه بيحط شجرة وبعدها بياخد الرسمة يلي بتطلع من الطابعة لمعرض كبير وبيعرض فيها هي الرسمة، وبصير من أشهر الرسامين بفضل هي الطابعة السحرية.